أهلا بكم. أدى ولي الخرطوم المكلف الفريق أحمد عبدون حماد صلاة عيد الفداء بمسجد الطريق العزمية بمحلية الخرطوم، وأعلن لجماهير الولاية طي صفحة الأحداث الأخيرة وتجاوز الخلافات والتعاون من أجل بناء الوطن، مؤكدا أن قضايا معاش المواطن تأتي على رأس أولويات الولاية في المرحلة القادمة، ومن ثم الاتجاه نحو الشباب باعتبارهم بناة المستقبل. وجدد الولي تهنئته لمواطني الولاية بعيد الأضحى المبارك، وشكر المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير وكل الفعاليات الأخرى بما قاموا به من خطوات جادة لإحلال السلام. من جانبه هنأ معتمد الخرطوم اللواء صبري بشرى الشعب السوداني وجماهير ولاية الخرطوم، معبرا عن أمنياته بتحسن الأحوال للأفضل وتجاوز الحزن الذي تزامن مع عيد الفطر.